صباح الخير أعزائي المتابعين المتابعات الكرام، ما أعرف الصوت إذا يصلكم أو لا. نحن الآن في مدينة زاكو. هذه المدينة تقع في أقصى شمال العراق في محافظة دروك. هذه المدينة تقع على بعد 60 كيلومتر شمال غرب مدينة دروك، قرب الحدود التركية، يعني على مسافة 10 كيلومتر من الحدود العراقية التركية. ونحن نتجول في حديقة الشهداء أو بارك الشهيدة. قبل تقريبا 5 6 سنوات أو 7 سنوات هذه الحديقة لم تكن موجودة، بل كانت مستشفى حكومي، مستشفى حكومي، المستشفى زاخو القديم الحكومي اللي كان مبني في الستينات أو الخمسينات، يعني قبل 50 60 سنة. لكن الحكومة المحلية هنا قبل 6 سنوات 7 سنوات نقلت المستشفى الحكومي إلى مكان آخر، وقررت بدل جعل هذه الأرض للاستثمار جعلتها حديقة. ليش؟ حتى تقلل الزحام في هذا السوق. هذا السوق في الفترات العصرية جدا مزدحم، الآن صبح يعني لا يوجد الزحام، بس بالعصرية يعني الساعة بالعصر اليوم، احنا في شهر تشرين الثاني نوفمبر، يعني الساعة 3 4 العصر تجي وتشوف كثير ناس قاعدين هنا، يعني اغلبهم شباب، يعني هذا الشارع يكون كلش مزدحم. يعني احنا هسه صباحا، يعني الساعة 9:30 صباحا لا يوجد حركة. اتمنى الصوت يوصلكم. أتمنى أن هذا الفيديو محبتكم وإعجابكم. إذا عندكم أي ملاحظات أو تعليقات أو أي شيء ذكروا لي بالتعليقات، راح أكون سعيد بالجواب على أي سؤال أو استفسار أو على أي ملاحظة. تحياتي لكم، محبتي لكم، مع السلامة. نعود لكم مرة ثانية أعزائي المتابعين الكرام. مثل ما قلت لكم في الصباح، هذه الحديقة كانت فارغة، كان الساعة 9 صباحا، بين 9 و9:30. الآن الساعة 3:30 مساء العصر، يعني نفس اليوم. شوف الزحام والحركة. تحياتي، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.